قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية، وإن البلدين يمكنهما العمل معا لتسوية الأوضاع في سوريا واليمن، مؤكدا أن إيران شريك جاد لكل تلك الدول في محاربة عدو مشترك، لأن ما وصفه بالقوى المتطرفة تمثل تهديدا على طهران أيضا. دكتور غادة، هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها طهران مثل هذه التصريحات، يعني برأيكم ما هي الرسالة التي تريد طهران توصيلها؟ شوفي، يعني أنا من كثر تكرار كلمة العدو المشترك بقيت خايفة، يعني ما بقتش عارفة هو مين. هل هو إسرائيل؟ تبصي تلاقي إن هم كل بلد على علاقات طيبة مع إسرائيل وابتدي ينكشف عنها، سواء بقى عن طريق ويكيليكس، سواء عن فعلا اتفاقات نفاجأ بيها اقتصادية بتتعمل. هل العدو المشترك ده هو الجماعات الجهادية، سواء اللي كانت في 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 سوريا او اللي موجودين في 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 في, في اليمن؟ تبصي تلاقي برضو ان هم من الجانب الاخر برضو، ما هو الشيعة برضو عندهم جماعات متطرفة، ما هو يعني التطرف في اي شيء مرفوض، سواء سني سواء شيعي. يعني حتى عشان كده احنا دايما بنفخر ان احنا البلد الاسلامي الوسطي، احنا لا مع ده ولا مع ده، احنا نرفض التطرف في الجهتين. فإيران عايزة تقول انها شريك، طبعا بالتأكيد هي ممكن تكون قلقت من التحالف اللي جه ترامب يدعو ليه، لكن هل هم بيصدقوها؟ انا ما اعتقدش ابدا، لان ممكن بالفعل تبقى هي اللي شايفينها العدو المشترك، لان هم كل بلد لوحدها عملت علاقات طيبه مع اسرائيل، ما فيش تطبيع رسمي، لكن في تعاملات سياسيه حاصله، في تعاملات اقتصاديه حاصله، في تعاملات كمشاريع تنمويه متبادله حاصله. فممكن تكون يعني ايران هي النهارده هي العدو المشترك وهي مش واخده بالها. فدي بقى حاجات هنشوف بعد كده المسرح عن ماذا سيكشف عنه. يعني احنا عندنا الحوثيين تحت، عندنا في سوريا لسه الدنيا شغاله برضو، عندنا في العراق ما هيش خلصت 100% من الارهاب اللي موجود فيها، فما زالوا دول موجودين ودول موجودين. مين بقى العدو المشترك؟ ما يطلعش احنا بس في الاخر.